حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به قال اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما قال عمرو بن ابي قيس وابراهيم بن طهمان عن منصور عن ابراهيم وابي الضحى اذا اتي المريض وقال جرير عن منصور عن ابي الضحى وحده وقال اذا اتى مريضا